بكم، المرتفع الجوي الآسوري يهيمن على أجواء المملكة، وبالتالي الطقس سيكون مستقر مع تشكل بعض الغيوم. بعد زوال اليوم الغيوم ستغطي معظم مناطق النصف الشمالي للبلاد، ستعطي قطرات متفرقة بمنطقة طنجة باللوكوس والريف الغربي، والرياح ستهب قوية نسبيا على غرب الواجهة المتوسطية. أثناء الليل سيتحول الطقس إلى شديد البرودة بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وأمطار ضعيفة متواصلة بمنطقة طنجة باللوكوس وبالريف الغربي، هذا وسيتكون ضباب بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى وبغرب الأطلس. الضباب سيرافقنا خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد، وسيطال شمال المناطق الصحراوية، كما سيستمر نزول قطرات متفرقة على منطقة طنجة على اللوكوس والريف الغربي، هذا وسيبقى الطقس بارد بالمرتفعات وبالهضاب العليا. درجات الحرارة بعد زوال اليوم ستتأرجح بين 15 درجة بطنجة، 18 بكل من العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء، 25 درجة بالسمارة و24 درجة مرتقبة بمدينة العيون. المحرار خلال الصباح سيسجل 11 درجة بمدينة وجدة، 11 بالحسيمة، 12 درجة بطنجة، 11 درجة كذلك بالرباط والدار البيضاء بأسفي الصويرة وأكادير. بالنسبة لتوقعات اليومين المقبلين، ستتكون غيوم بأقصى الشمال الغربي وضباب بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، بينما السماء ستكون مستقرة إجمالا يومي الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله. نتعرف الآن على مواقيت شروق وغروب الشمس وطلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. كشفت دراسة جديدة مقلقة تلاشي ربع أنواع النحل المعروفة في البرية التي تظهر في السجلات العامة منذ حقبة التسعينات. هذه الأنواع أصبحت نادرة جدا بل مهددة بالانقراض وفقا لباحثين في جامعة بوينوس آيرس في الأرجنتين. فإن النحل يتأثر بتغير المناخ وانخفاض التنوع الوراثي، وهو أساسي لتكاثر الآلاف من الأنواع النباتات البرية، وبالتالي فهو أساسي لضمان جودة محاصيلنا الزراعية. بهذا ننهي نشرة الطقس وأترككم مع نشرة الأخبار المفصلة مع زهرة أيت إحل، ونلتقي مساءً.